في الأسرة، في الأسرة في كثير من الأحيان رجل ما يعرفش، ما يعرفش شيء الحدود تاعه والمرأة ما تعرفش الحدود تاعها. وإحنا سبحان الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، قالك هذه الآية هذه انتظمت الحقوق الزوجية كلها، فيها الحقوق وفيها الواجبات، فيها الحقوق وفيها الواجبات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنت مكلف عندك واجبات احرص على أدائها، بعدها عندك حقوق احرص على طلبها، معليش ليس هنالك عيب. لكن احنا المشكل في كثير من الأحيان ما نعرفوش الحقوق والواجبات، بل ربما إذا عرفنا نعرفوا غير الحقوق تاعنا، واجبات ما نعرفوهاش، ولا طالبنا طالبوا دائما بالحقوق تاعنا. أما الواجبات متأدي الواجبات تاعك أيها رجل، ثم طالب بحقوقك إن شئت. أنت أيتها المرأة أدي الحقوق تاعك كاملة ثم طالبي إن شئت أدي الواجبات تاعك كاملة ثم طالبي بحقوقك، واضح؟ هذا هو. إذا كانت حقوق وواجبات الحمد لله الدين تاعنا بين كاع، هو حق الرجل أو حق المرأة، هو الواجب على الرجل هو الواجب على المرأة، كل واحد يلتزم بهذه الحقوق والواجبات ننجح بإذن الله، أمر في غاية السهولة. وهذا ليس هذا فقط في الدار، إحنا كنا الأسرة تاعنا ما فيهاش غير الأب والأم، ما فيهاش غير الزوج والزوجة، كاين أولاد. أنت الولد عندك تجاه والدك وتجاه والدتك عندك حقوق مليح، صح عندك واجبات. الأب والأم عندهم واجبات تجاه الأولاد تجاه البنات وعندهم حقوق إلى آخر ما هنالك.